في موضوع آخر، انطلقت اليوم ببلدية رويبة الشرق العاصمة موسم الحصاد والدرس بولاية الجزائر، حيث ينتظر أن تساهم الولاية في رفع الإنتاج الوطني بمردودية تفوق 50 قنطارا إنتاج الحبوب. التغطية كانت لأحمد رشدي. أعطينا اليوم الموافق لعشرين جوان 2021 الانطلاق الرسمي لموسم الحصاد والدرس لسنة 2020-2021. نتمنى أن الغلة تكون وافرة ومباركة، وأن من هذه المناسبة أيضا أن نجددوا الدعم ديالنا والمرافقة تاعنا للفلاحين. هذه العملية وعلى غير كل الولايات يعني اللي منتجة للحبوب الشتوية، إلا أننا نعطيه رمزية لهذه العملية نظرا يعني للأهمية نتاعها، ونظرا للأهمية اللي تعطيها السلطات العمومية خاصة في تخفيض فاتورة الاستيراد هذه المادة الحيوية واسعة الاستهلاك. إذا نحن على مستوى هذه الولاية بالرغم يعني من أنه المساحة متواضعة نوعا ما لا تفوق 1500 هكتار، إلا أننا نساهم بقدر المستطاع.